الصفات السبع لرائد الأعمال الناجح. هناك سبع صفات لرائد الأعمال الناجح. أولا وضوح الأهداف، وبالتالي آلاف رجال الأعمال يبدأون المشاريع كل سنة، فبعضهم ينجح والبعض الآخر يفشل. السبب الحقيقي وراء نجاح تلك الأعمال ليس رأس المال أو أن مؤسسي تلك المشاريع لديهم مبالغ وأموال عند تأسيس المشروع. السبب الحقيقي هو وضوح الهدف لنجاح هذه المشاريع. السبب الحقيقي هو وضوح الهدف، فرواد الأعمال يسعون لتحقيق هدف واضح ينبع من رؤية واضحة للمشروع. الصفة الثانية لديهم شغف، والشغف هو من الصفات التي تميز رائد الأعمال عن غيره، والشغف يعتبر واحد من أقوى العوامل التي تساعد على نجاح المشروع، لأنه يجعل لرائد الأعمال قوة في إقناع الآخرين ليجعلهم يهتمون بفكرته وبمشروعه. والشغف هو المصدر الرئيسي للطاقة والتحفيز والعمل الجاد، وهو القوة الدافعة لكل رائد أعمال. ثالثا مبدعون. رائد الأعمال يفسح المجال لتدفق الخيال. رائد الأعمال عادة لا يرفض أي فكرة بسرعة أو تلقائية. رواد الأعمال ذو كفاءة عالية ومجددون، ويفضلون أن يأتون بأفكار وخدمات ومنتجات جديدة ومستدامة بدلا من التكرار. من صفات رائد الأعمال لا يخافون الفشل. مقابل كل شخص يتجه للعمل الحر، هناك المئات الذين لا يفعلون ذلك، والسبب في ذلك هو الخوف من الفشل. الخوف من الفشل يمنع غالبية الناس من تنفيذ أفكارهم الرائعة ومن متابعة أحلامهم. رواد الأعمال يتعين عليهم التمتع بمزيج من الشجاعة والإقدام، فرواد الأعمال لديهم نوع من الثقة في الاعتقاد أنهم لربما بمقدورهم معرفة أشياء وتنفيذ أفكار لا يراها الآخرون. أيضا من صفات رائد الأعمال شخصيات حالمة. هناك مقولة لأحد المفكرين: كل مرة يأتي شخص ما بفكرة جيدة يكون هناك 10 أشخاص فكروا فيها قبله، لكنهم فكروا فيها فقط. لذلك رواد الأعمال يسعون إلى ترجمة أحلامهم وأفكارهم إلى أرض الواقع عكس الآخرون، قادرون على الإقناع. رائد الأعمال لديه القدرة على إقناع الآخرين بفكرته ووجهة نظره باقتدار، ويستطيع جعل الآخرين يقبلون الفكرة ويستحسنونها، فهم يجددون الأفكار ويحبون دائما الأفكار الجديدة والإبداعية. الصفة السابعة لرائد الأعمال مثابرون ولا يستسلمون للعوائق. فرائد الأعمال عادة هو شخص فاعل وليس مجرد حالم فقط. رائد الأعمال دائما يعمل بإصرار ومثابرة حتى يصل إلى الهدف المطلوب، ويصر على التحدي ويتجاوز العوائق ولا يستعجل على النتائج.